الأستاذ إيهاب جبارين نتواجد هنا اليوم على مفرق قرية الفراديس للاحتجاج على الجريمة المنظمة والعنف. يعني هل يمكن أن تشاركنا بالرسالة التي تريدون يعني مشاركتنا بها هنا، ويعني عن مدى أهمية استمرارية هذه الاحتجاجات حتى وجود القاتل؟ نعم، بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الأسبوع الرابع تواجدنا على المفارق على مفرق الفراديس. الأسبوع اللي فات تواجدنا على مفرق جسر الزرقاء بين حنانيا. وجودنا هو رسالة جدا مهمة لإلنا لقناعاتنا، أنه في نهاية المطاف حقنا يجب أن نأخذه. هذا العنف الأماكن اللي وصلنا لها في الجريمة 140 قتيل، هاي أمور لا يجب أن نطبع معها، لا يجب أن نسير معها كأنها أمر عادي. هناك الكثير من المساءلات، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تأخذ حقها. القانون يجب أن يأخذ مجرى بداية، القانون يجب أن يسير لهذه الخطوة بخطوات فعلية، مش بس مجرد يعني تصريح على الهواء. نشوف شغلات على أرض الواقع، هاي بداية. احنا كما قلنا من الأسبوع الأول هاي الاحتجاجات مستمرة حتى بداية يعني إلقاء القبض على القاتل في الفراديس، القاتل على المحكوم على، وبطبيعة الحال كذلك لكي تصل الرسالة الكبيرة في نهاية المطاف لكل مجتمعنا. الحلول تكمن هنا، يعني احنا بنقولها بالدارجة، الله بسمعش بنساكت، وهذا هو اللي احنا بدنا نوصل في نهاية المطاف. حقنا لازم نقوله ولازم نحكيه على أرض الواقع، ولازم نطلع نسمع صوتنا. اليوم احنا هون يوم الأحد 6/8 كلنا في تل أبيب كذلك، أساس أنه نوصل رسالتنا. الجريمة لا يجب أن تمر بسلام، ها هي رسالتنا. ما هي رسالتك للشباب سيدي هذا؟ يردنا الشك أنه هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الشباب. في نهاية المطاف نحن نتحدث شبابنا هم ضحية لكثير من الأطر، هاي بأرض الواقع. ولكن الضحية أيا كانت هم يجب أن يعلموا أنه كلاتنا هم في نهاية المطاف نريد أن نعطيهم كل المنصة لكي ينطلقوا بكل قدراتهم إلى عنان هذا الفضاء، ويعطوا أفضل ما عندهم لمجتمعهم ولشعبهم. شعبهم بحبهم، مجتمعهم بحبهم، وبالتالي مهم جدا كلنا نتضامن مع بعض، نفهم أنه هذا الواقع هو أبدا غريب عنا وعن حياتنا وعن كياتنا. في عام 97 على سبيل المثال انقتل عنا فقط 12 واحد، 97. في عام 2010 تقريبا كنا نتحدث عن قرابة 30 قتيل في مجتمعنا. احنا اليوم نتحدث بسنة نصف سنة واحدة عن 140 قتيل. هذا الامر الشباب الجيل الصاعد ممنوع يتماهى ويتماشى معه نهائيا.